يوم إن شاء الله. والدي مستأصل الحنجرة ويخرج محاط كثير بصفة مستمرة، هل في حال لذلك؟ شرب الماء بكثرة من أكثر الأشياء إذابة للبلغم، الماء العادي بتاعنا خالص من الأشياء الطيبة جدا في إذابة البلغم، في الكحة، في أدوار البرد في هذه الحالة، وأيضا العرق سوس من الأشياء، ولكن يشرب ساخن من الأشياء المذيبة للبلغم. الرسالة التالية: وضعت من شهور وعندي عدم بصيرة، أنا ركبت وسيلة منع حمل في ذراعي.